ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد بس مختلف خالص عن كل التجارب اللي احنا جربناها. فيديو النهاردة خاص بالناس اللي نفسها تاكل معجنات وحاجات كده، بس تبقى سعراتها قليلة وتبقى معمولة بطريقة صحية. فالنهاردة هنجرب مع بعض مخبوزات صحية تنفع في الدايت، وكمان هنجرب سناكس السعرات بتاعتها قليلة قوي. فانا متحمسة جدا، وان شاء الله ده مش هيبقى الفيديو الاخير، فيه هنعمل اجزاء كتير عشان انا لقيت عالم مخبوزات اللي احنا بنحبها، الكرواسونات والبيتزا. بس قبل ما ابتدي الفيديو حطولي لايك، ولو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة من كلمة اشتراك او سبسكرايب، ويلا بينا. بصراحة انا ما قدرتش امسك نفسي وان انا ايه استنى ان انا اعمل الفيديو ده معاكم. اول حاجه جربتها اللي هي المناقيش دي، بس ما جربتش الحاجات التانية. بصوا، انا اول ما شفتها كده الاول وهله قلت دي بيتزا، يعني انا دي جايباها بصراحه انها بيتزا، وكلتها انها بيتزا. وبعد كده ببعت بعت للبنت اللي انا جبت منها، انا جبت الحاجات دي من بيج على الانستجرام، قلت لها البيتزا حلوه جدا. دي كده زي ما انتم شايفين معجنات عليها جبن، مفروض ان هي لايت، وعليها حبه البركه. طعمها حلو قوي. كل حاجة هجربها هكتب لكم تحت هنا السعرات بتاعتها بتاعت القطعة الواحدة. تعالوا بقى ندخل على اللي بعده، كرواسون بالشوكولاتة. تخيلوا بتاكلوا كرواسون بالشوكولاتة دايت، بس طبعا بالدارك شوكولت. يلا بينا على اللي بعده. ريحتها حلوة قوي. الحاجة كانت في التلاجة لان جات لي امبارح بالليل، فهسخنها نص دقيقه كده علشان احكم عليها صح. تعالوا ندوقها. الشوكولاته طعمها حلو، بس هي مسكره، مش عارفه هي حاطه جواها مثلا سكر دايت ولا هي ايه، يعني هي مش دارك قوي، هبقى اسألها برضو. بس طبعا هي حطالك كل حاجة بالسعرات بتاعتها، يعني اللي هي الكرواسونية كاملة حطالك مثلا تقريبا ب150 سعرة حرارية. واحلى حاجة ان هي ريحتها حلوة جدا، يعني عارفين ريحة المخبوزات بتشدنا قوي، فانتوا بتاكلوا الحاجة وانتوا مستمتعين. بصوا حجم قد ايه، حلوة جدا. اللي بعده ده بقى عيش معمول بالشوفان، عيش طري بالشوفان. طبعا مش هناكله كده لوحده، جايبه جبنه وجايبه برضو زبده فول سوداني عشان في برضو عندنا توست تاني ناكله بيه. بصوا، والرغيف ده انا فاكره ان كانت سعراته قليله قوي، فتخيلوا رغيف بالحجم ده ويبقى سعراته قليله. تعالوا ندوقه بزبدة الفول السوداني. بمناسبة زبدة الفول السوداني، النوع ده فيه سكر، فخلي بالكو علشان انا بعد ما جبته اكتشفت الموضوع ده. ومفروض زبدة الفول السوداني اصلا صحية وتدخل في الدايت، بس طبعا اللي من غير سكر. فانتوا لو عايزينها من غير سكر، بتاعت ابو عوف من غير سكر، وكمان ابو عوف عامل زبدة الفول السوداني بالدارك شوكليت، فبتبقى مسكرة فبتبقى حلوة. ناخد حتة كده صغيرة. العيش حلو قوي، ما فيهوش ولا طعم بقى حاجة ممررة. تاكلوا عيش عادي جدا شبه الشامي مثلا، بس بردة او اللي هو الغامق، فاهمين قصدي؟ يعني ما فيهوش اي حاجه، احنا بناكل دايت وبنتعذب وبناكل حاجات طعمها مش حلو خالص. اللي بعده ده بقى قالب كيك بالشوكولاته او بالكاكاو. عايز اقول لكم طري قوي، طري جدا. وفي منه بالفانيليا وفي منه بالبرتقال، عشاق البرتقال طبعا، اكيد هيبقى طعمه خطير. فيلا ندوقه. ندوقها.
بصوا طريه ازاي. طعمها زي الكيك العادي بس بالنسبة لي سكرها زيادة، يعني انا في العادي ما باكلش كيك مسكر كده. عايزة جنبها كوباية شاي علشان تعادلوا السكر بتاعه. بس طعمها لذيذ بس مش تحفة بصراحة. يعني بالنسبة لي الكرواسون والمناقيش الجبنة تحفة والعيش. آخر حاجة بقى معانا توست بالشوفان والحبوب الكاملة. بص هو بيطلع برضو بسهولة بس أنا مش عايزة أطلعه. ناخد كده حتة حلو قوي. بجد مش هتحسوا خالص بأي اختلاف او ان انتوا بتاكلوا حاجة انتوا مش عاجباكم، لا طعمها لذيذ. اخر حاجتين بقى وهما بالنسبة لي اختراع ومبسوطة جدا ان انا لقيت حاجات زي كده. ده المفروض الكالوريز اللي فيه 160. بعد كده انا سألت دكتور المفروض عادي ممكن تاكليها مرة في اليوم، يعني ممكن مرتين في الاسبوع. دي طعم الاستراتشا اللي هي الاستراتشا صوص، ريحته حلوه قوي. دي الكمية بتاعته دي تقريبا ب9 جنيه. حلو قوي. ودقته منه برضو اللي هو بالساور كريم والبصل، كان تحفة برضو. وفي بالرانش وفي، يبقى طعمها حلو قوي. ده بقى الكالوريز بتاعته اقل 120. ده بطعم الناتشو الجبنة المحشي. بص المقرمشات دي المفروض ان هي بالشوفان والحبوب الكاملة. حلوة قوي. ومحطوط فيها لبن من ذوع الدسم. اختراع بجد. الحاجات دي بتهون جدا في الدايت، تبقى كسناكس كده في اليوم، بتحس ان انتوا عايزين بتاكلوا اللي انتوا عايزينه. فرشحه لكم جدا. دي بقى منتجات الدايت الصحية اللي احنا جربناها النهاردة. ان شاء الله لو الفيديو عجبكم قولولي في الكومنتات ونعمل اجزاء تانية. عايز اقول لكم في السينابون دايت و بسكوت بالشوكولاتة دايت وحاجات كده. فاكتبوا لي في الكومنتات لو حابين نعمل اجزاء تانية. بصوا الحاجات دي مع بعض كان اوفر كده معمول ب 240 جنيه. فحلو جدا، لان انتوا لو دخلتوا عندها ولقيتوا حسبتوا كل حاجة لوحدها بتبيعها بكام، تعرفوا ان هو اوفر حلو قوي. و بتاكلوا كل اللي انتوا نفسكوا فيه بس بطريقة صحية. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم. متنسوش لو عجبكم تشجعوني باللايك وتكتبولي برضو في الكومنتات عايزين نجرب ايه الفيديوهات الجاية. باي باي.